هذه صورة من وسط ساحة الكرامة، حيث بات المتظاهرون يتركون لافتاتهم بعد رفعها بالمظاهرات. كتب على واحدة منها: حكمك صار على الحديدة يا أبو سوريا المفيدة. على كرتونة تغلف بها البضائع عادة، شاب متظاهر كتب: ما بدي الجنسية الثانية، بدي أعتز بالجنسية السورية. ملخصا حال عشرات الآلاف من الشبان السوريين في الداخل والخارج، كتب شاب في ساحة الكرامة: حقي أفكر كيف بدي أعيش، مش إذا بدي أعيش بكرة. لافتة أخرى تصف ميليشيا أسد بأكلة لحوم البشر في إشارة إلى جرائمهم بحق السوريين العزل. كتب على اللافتة: باسم كل سوري حر مطالب برحيل آكلي لحوم البشر. واحد من المتظاهرين كتب على كفيه بدلا من أي لافتة، كتب يقول: بدنا نشوفك بلا هاي يا بشار، يلا باي. ردا على بشار الذي كان قد تحدث عن معارضة مصنعة داخليا وأخرى خارجيا، رفعت متظاهرة لافتة كتب عليها: بدنا رئيس صناعة سورية. المتظاهرون وجهوا تحية على اللافتات لمدن الباب ولقرية البزعة، كتبوا: تحية من ساحة الكرامة إلى أحرار حلب والباب وبزعة، عاشت سوريا حرة أبية. لافتة حملت رسما لسلطان باشا الأطرش وكتب عليها: الدين لله والوطن للجميع. وفي إشارة إلى عجز الأمم المتحدة عن تطبيق القرار الأممي 2254 واعتبارها عاجزة أمام إجرام أسد، كتبوا: أخرجوا القرار 2254 من المعتقلات. من أطرف اللافتات حتى الآن في ساحة الكرامة رسم لبسام كوسة بشخصية الإدعشري في باب الحارة. طبعا اللافتة موجهة لبشار أسد مع جملة: اللي بيحلف يمين، في إشارة إلى يمين الدستور أو يمين القسم، كاذب يا ويلو من الله.